خلوني أبدأ باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يعني أنا بحاول عشان أنا أجاهد، أنا كمان تدريب أنباء روم يوم الثلاث هو تدريب سان بول يوم الحد، يعني فكرة السنة تبقى واحدة، بس أنتوا ليكوا حاجات كده سبيشال هقولها لكم. فتدريبنا السنة دي في 2019 خدناه سيلف كنترول. سيلف كنترول هو فضيلة موجودة في الآية بتاعت غلاطية 5 لما بيقول The fruit of the spirit is love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Self-control بتترجم ساعات ضبط النفس، وساعات بتترجم التعفف أو العفة، لأنه العفة أحد معانيها أنك أنت تمنع نفسك عن خطأ. ضبط النفس موضوع في رأيي مهم قوي، لأن كلنا مفوتين شوية ومش بنقدر نقول لنفسنا لا. ساعات نعرف نقول للناس لا، لكن مع نفسي أنا ببقى ضعيف ومش بقدر أقول لا لحاجات غالبا أنا مقتنع أن ملهاش لازمة أو غلط. فهقول شوية تأملات بسريعة كده، لكن طول السنة هنحاول نشتغل وهنفعل الموضوع، يمكن نتقدم. أنا فرحت قوي، كان عندي الأسبوع ده 2-3 قالوا لي يا ابونا السنة دي خدنا الاتكال فعلا، احنا على آخر السنة حاسين بفرق ان درجة الاتكال زادت. في واحدة كانت بتقول لي أنا دلوقتي فعلا حاسة ان أنا متشالة طول الوقت من غير مجهود. قلت لها بختك، عشان ركزتي في المعنى سنة وصلتي للفضيلة دي انك تعلمتي الاتكال في سنة. نفسنا ربنا يدينا العمر لغاية ديسمبر الجاي نقول احنا السنة دي فعلا اتحسننا في ضبط النفس ووصلنا الى درجة اقوى من السلف كنترول. ده مش مستحيل، بس عاوز تركيز. فده اللي هنعمله مع بعض، وهنصحصح بعض في الموضوع، وهنتكلم في الموضوع مع بعض كل شوية، وهنفكر بعض باكتر من طريق. ضبط النفس ده مرتبط بكل حاجة. أولا مثلا خطية زي الغضب، كلنا بدون استثناء فينا غضب بدرجات. في ناس بتغضب وتبان عليها، تكشر، تحمر عينيها، تزعق، ترفص. وفي ناس تكتم لكن غضبانة وغضبها وحش برضو، وساعات تنفجر بعد فترة. كل ده عاوز ضبط، لأنه الغضب مؤذي، ولو ما خرجش صح بيخرج غلط، بينفجر داخليا فبيبهدلك برضو. فعشان كده الكتاب بيقول اغضبوا ولا تخطئوا، ما تسيبش الغضب يتحول الى خطية مدمرة ليك او للي حواليك. فهنا ازاي الغضب بضبط النفس يتحول الى وداعة. الوداعة فضيلة تكتسب مش بس بالنعمة، بالجهاد. لما تتعود تفرمل الغضب هتبقى انسان وديع. الاستفزاز مش هيقف طول ما احنا عايشين، هيفضل في ناس مستفزة وفي مواقف مستفزة. طب هتفضل تغضب لآخر العمر؟ لا، عاوز توصل انك انت وديع حليم بالك طويل، قادر تكنترول يور تمبر مهما كانت الظروف، مهما كانت الإحباطات. عاوزة شغل مش كده؟ طيب لما نقول الإدانة، خطية منتشرة جدا حتى بيننا كخدام، ولو ما كانتش بالكلام للأسف بتبقى بالعين وبالتفكير، بتحكم على الناس، بتشوف عيوب الناس، وللأسف يمكن تقلبها في دماغك، ويمكن توصفهم، تبقى في وصمة كده، يعني to spot them، يعني تبقى في حاجة كده، ايه فلان اه ده الكذاب، فلان ده ايوه ده الطماع. طبعا كل ده غلط، كل ده قلب مش حلو. طب نعرف نعمل كنترول؟ طبعا ده جزء من الكنترول. when you control your impression، when you control your eye، when you control your mind، هتوصل ان الإدانة تروح. ولو الإدانة راحت تأكد ان المحبة هتزيد قوي. لو كل الناس بقوا اغلى ناس عندك، اخواتك واولادك وحبايبك، هتبقى مش قادر تشوف عيوبهم زي ما ربنا بيعمل معانا. حتى لو شايفها مش عارف تكرهها من حبك فيهم، عارف تحتملهم وتستوعبهم. ده عاوز شغل جامد. سيلف كنترول يشتغل على الشهوه، حرب الشهوه. ربنا يحميكم كشباب، دنيا صعبه، الخطايا سهله،
والعين لا تمتلئ من النظر والأفكار صعبة والجسد بيتعبنا. كنترول الشهوات يوصلنا إلى حالة طهارة أو نقاوة التي بدونها لن يعاين أحد الرب. إذن إحنا محتاجين الكنترول عشان شهواتنا بكل أشكالها تقل تختفي، فيبقى الإنسان نقي زي الأطفال. ده مش مستحيل، بس عاوز سيلف كنترول، عاوز جهد طويل. لو خدنا خطية زي التذمر وموجود برضه بدرجات، ممكن تبرطم وتقول كلام وحس، وممكن تبقى جواك مش راضي عن العيش، مش سعيد، في تذمر داخلي، انت بتختشي فمش عاوز تقول العيشة واللي عايشينها، بس ده اللي جواك. الحياة التذمر خطية، عاوزة سيلف كنترول. لما تضبط نفسك من التذمر بتوصل إلى حالة دائمة من التسبيح والشكر. قديسين كده يبقوا جوه السجن في حالة تسبيح وشكر، لأن عن تعودوا يعملوا كنترول على نفسهم. الشك، ضبط النفس يحتاج أنك تتعود تمسك دماغك عشان ما تشكش. والشك لما تضبطه مرات كتيرة وتتعود على ضبطه توصل إلى إيمان أو ثقة كاملة. خلاص مهما حصل، حتى لو ربنا ما استجابش خالص، حتى لو الدنيا غشلقت خالص، حتى لو كل الأمور ضدك، ستيل أنت ما بتشكش. دي عاوزة ضبط نفس. طول ما الدنيا ماشية سهل أنك تقول أنا بثق في ربنا. طب لو الدنيا مش ماشية وكل المشاكل بتتراكم، تقدر تفضل تقول بثق في ربنا؟ ضبط النفس، ضبط الشك ده يوصل لكده. ضبط الكآبة، على فكرة الكآبة هي مش حالة غصب عنك، لا هي حالة انت مشارك في تكوينها. انت ممكن تضبط نفسك من الكآبة، تقاوم فكر الكآبة، تتحدى انك تبقى مكتئب. هي عاوزة جهاد مش سهلة، عاوزة نعمة طبعا، لكن لما تضبط الفكر النيجاتيف اللي جواك وطريقة التفكير الغلط، انت ممكن توصل لحالة سلام وفرح. بس كل ده عاوز شغل. ضبط النفس او ضبط خطية الخوف، الخوف برضو انت ليك كنترول عليه، لان مجموعة المخاوف هي بتيجي تغزلنا كده، يا استضفتها يا طردتها، غالبا بنستضف. لكن المخاوف دي كلها انت ممكن تفضل تزيح بشدة وتضبط دماغك وقلبك من انه يخاف، وبالتالي توصل الى تسليم واتكال طول الوقت، اطمئنان طول الوقت. خطية زي كسل، طبعا دي من الخطايا الواضحة اللي عاوزة ضبط، عاوزة كنترول. كنترول النوم، كنترول الأكل الكتير، كنترول الأنتخة، لا مؤاخذة بالتعبير الشبابي الجميل، عاوزة كنترول، لأن كل ده يتعارض مع التقوى والجهاد والمشن اللي احنا عايشينها. فلما تضبط نفسك ضد الكسل توصل للأمانة والسهر والمعاني اللي الكتاب بيقوله. ضبط النفس ضد الشره، الأكل اللي بدون داعي أو بالزيادة، ده ضد النسك والجهاد والقداسة. ضبط النفس له أشكال كتير قوي. أمثلة لناس ما عرفوش يضبطوا نفسهم، أديكوا أمثلة بس عشان لما تحطوا كنترول دي هتلاقوا لها تطبيقات كتيرة جدا في الحياة وفي الإنجيل. قايين سيمبلي ما عرفش يعمل كنترول على نفسه، موت أخوه. السيمبل الذات، لأنها فكرة عبيطة غشيمة، لو عمل عليها كنترول ما كانش وصل للقتل. داود ما عرفش يعمل كنترول على نفسه، وصل إلى زنا، وزنا مع يعني خيانة لأصدق أصدقائه. شمشون ما عرفش يعمل كنترول على نفسه، وصل إنه اتعمى. بطرس ما عرفش يعمل كنترول على نفسه، أنكر ولعن. إذن مجرد لما تبص للقصص كلها من زاوية سيلف كنترول هتلاقي المعنى ابليكابل على حاجات كتيره قوي في الكتاب وفي حياتك كمان الشخصيه. يهوذا ما عرفش يضبط نفسه من شهوه شويه فلوس فارغه وقليل على فكره، لكن هي شهوه مال، ما عرفش يضبط نفسه فخان وهلك. سليمان ما عرفش يضبط نفسه، دخل الوثنيه لشعب الله، لانه ما عرفش يمنع نفسه من الجوازات اللي ملهاش اخر دي. رحبعام ما عرفش يضبط نفسه، انقسمت المملكة بسببه. موسى ما عرفش يضبط نفسه، كسر لوحي العهد. إذن يا ما قصص يا حبايبي
في الكتاب هي simply he lost control. ما كانش عنده فرامل فتقلبت بيه العربية. الفرامل أخطر حاجة في العربية، لأنك تمشي بسرعة تمشي بالراحة، بس يكون معك فرامل كويس. لو ما فيش فرامل هتعمل حاجات لازم هتندم عليها، وأحيانا الندم ما يكفيش لإصلاح اللي حصل. عشان ما يبقاش الكلام كله برضو ثقل علينا، خلينا نقول إن النعمة دور ربنا في القصة دي. ربنا على فكرة لما بيلاقي الواحد فينا بيحاول يكنترول هيمسيلف بيديله نعمة، بيساعده. يعني هتحسوها جدا، يعني if you control your temper, if you work on your temper, in 1 month period you can feel the grace of God. ممكن تحس ان في نعمة خلتك مش بتغلط زي الأول، مش بتنفجر زي الأول. بس عاوزة تركيز، فالنعمة شغالة جاهزة. نعمة ربنا بالذات في الموضوع ده تتحس، بس هي عاوزة واحد مركز على محاولة الضبط، هيحس بالنعمة واضحة جدا معاه، ودور ربنا واضح. الصلاة هي النعمة، الصلاة هي مفتاح النعمة. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم، كل من يسأل يأخذ. مجرد انك بتطلب هتاخد. اطلب معونة ربنا في كنترول عينيك، اطلب معونة ربنا في كنترول سلامك مشاعرك عشان الخوف والقلق الزيادة، اطلب معونة ربنا في كنترول جسدك، كل ده وارد. اطلب واطلب بإلحاح، هتفاجأ انك بتتغير بجد. الصلاة بتحط حواجز جديدة، يعني بتمنع عنك اخطاء. فاكرين لما داود قال لأبيجايل مبارك ربنا اللي بعتك لمنعي، بصوا التعبير، لمنعي من اتيان الشر. انت ربنا بعتك منعتيني، كنت هعمل جريمة تاني، كانت هتبقى نقطة سودة في حياتي. لانه رجل مزامير ربنا بعت له حد يساعده يفرمل. طب صلي كويس عشان يبقى ربنا يساعدك ما تغلطش. الصلاة لما تطلب النعمة تنزع منك رغبات وشهوات وأفكار ومشاعر أنت ما بتقدرش عليها لوحدك. يعني مرة واحد قال لي أنا بحب الألكول، أنا بشرب ودي خطية بحبها بموت فيها مش عارف أبطل. فأبو الروحي قال له صلي 20 مزمور واعمل 20 مطانية وتناول مرتين في الأسبوع وطول اليوم زن وقول يا رب كرهني ساعدني. بعد شهرين قال لي تصور كرهتها. ايه ده؟ ده قعد 20 سنة يعني مدمن بجد ومش قادر، ومفيش ليلة عدت الا وبيشرب كتير. دي نعمة ربنا فعلا، بتنزع منك رغبة وتنزع منك عاطفة وتنزع منك فكرة انت ما تقدرش عليها لوحدك، وده بيساعدك على ضبط النفس. You cannot control yourself by yourself. You need God. محتاج ربنا يساعدك، وربنا جاهز، بس عاوزك تحاول وتصلي. تحاول ضد الغلط وتصلي، تطلب المعونة، تلاقي المركب مشيت فعلا وفي تحسن واضح. الصلاة كمان بتغلق الحواس. عينك المفتوحة بزيادة ربنا هيقفلها وتلاقيها ملمومة. دماغك اللي عمالة تحدف يمين وشمال هتلاقيها مع الصلاة كتير اتلمت لوحدها. الشك اللي هيطرقع دماغك ده بيروح. الوسوسة، القلق، الانزعاج، الخوف، الحقد، الغيرة المرة، كل البلاوي دي، الصراصير دي بتروح مع صلاة كتير. فتلاقي نفسك you can easily control your mind and easily control your eyes وكل حاجة. افتكروا ان القديس بولس قال مبدأ جميل قوي، قال ايه؟ I know how to be abased and I know how to abound. Everywhere and in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ who strengthens me. أعرفه، لكن كل ده طلع بإيه؟ تدربته. سو لكي تعرفه لازم تتدرب، عشان تتقن شيء، عشان تقدر تقول أنا تعودت ما قلقش. ينفع؟ ينفع، بس عاوزة تريننج،
عشان تقول اتعودت ما اغلطش بلساني، تنفع؟ طبعا تيجي، ممكن جدا، بس عاوزه تريننج عشان توصل تقول انا بعرف امنع نفسي من كراهيه اي انسان، ينفع؟ اه طبعا، بس عاوزه تريننج عشان توصل انك تقول انا بعرف احب كل الناس مهما غلطوا واشوفهم بعين حلوه، ده معجزه، معلش تيجي برضو بالتريننج. يبقى في كل شيء قد تدربت، وده تدريبنا طول السنه ان احنا هنحاول نكنترول كل حاجه، بالذات الحواس والافكار. طبعا بيدخل معاه كنترول العلاقات، كنترول الوقت، هنتكلم في حاجات كتير نعيش نسيت. آية تانية تقول أقمع جسدي. I discipline my body. Discipline هي زي self control. وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين، لا أصير أنا نفسي مرفوض. كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. أولئك لكي يأكذوا إكليلا يفنى، أما نحن فإكليلا لا يفنى. يعني اللي بيضبط نفسه عشان يكسب مصارعة ولا يكسب ماراثون هياخد جايزة، وممكن تبقى جايزة مليون دولار، إنما أنت هتاخد السماء. فالمجهود اللي بتعمله يستاهل أكتر 100 مرة من أي رياضي بيعمل نفس السلف كنترول بس الغرض تاني. مفيش رياضي عالمي إلا وعنده سلف ديسيبلين عالي. مش ممكن واحد يوصل إلى العالمية إن ما كانش عنده سيلف كنترول عالي، ما تصدقوش. وبالتالي إحنا بالأولى عشان ما نوصلش للعالمية نوصل للأبدية، لأن ده اللي يهمنا في الآخر. نعمة ربنا اتوزع عليكم كالندر، نشكر الفريق اللي اشتغل فيه، كالندر مخصوص عشان السيلف كنترول باي ذا واي، فده هيمشي معانا طول السنة. افتحوا معايا كده، طبعا حاطين العنوان سيلف كنترول غلطية 5، بتكتب اسمك جوه عشان تحتفظ بيه ورقم موبايلك عشان يرجع لك. وبعدين في آية كل يوم في كل شهر على راس جانيوري مثلا، الآية دي ريليتد للكنترول. يعني مثلا سراج الجسد هو العين، طب ما ده موضوع يخص السيلف كنترول، يبقى انت هتركز مع عينيك في شهر يناير طول الوقت. هتلاقي طبعا خانات دي ممكن ليها اكتر من استخدام، يا اما بتدي نفسك برسنت النهارده نجحت قد ايه كل يوم، يا اما بتكتب تعليق صغير، يا اما بتحط صليب معين له مغزى بالنسبه لك، لكن انت بتعمل kind of evaluation daily عشان تتقدم، زي اللي بيوزن نفسه يعني عشان الدايت يعني. في نفس الوقت برضو ايام الشهر متوزعه في ديلي جول، لو انت عامل جول ديلي، لو انت مثلا رايح مشوار معين مش عاوز تتنرفز فيه، بس المشوار ده بينرفز، فايتس لايك ا ديلي جول. ده هنا بقى مشوار معين. مورنينج براير ممكن تكون نجحت او ما نجحتش، ما دي عاوزه شويه كنترول برضو. النايت براير، البايبل ريدنج، فانت كده بتعمل لنفسك زي ايه بيسموها ايه كانت زمان دي، النوتة الروحية. طيب ويكلي جول يعني الليترجي، حضرت القداس ولا لا، لو في اجتماع لازم تحضره. المانثلي جول، ايه الآية اللي فرقت معاك قوي غير الآية اللي انت حافظها من فوق يعني. ديفلوبمنت اكتيفيتي، هل اشتغلت على حاجة معينة، هل رحت للاعتراف، هل في حاجة مرتبطة بالسيرفيس بتاعتك. اذا الورقتين دول لو اشتغلنا عليهم صدقوني ممكن يفرقوا قوي، لان ده بيساعدني اراقب نفسي واتقدم. وهكذا شهر فبراير هتلاقي في آية من البروفيربز تقول ضع سكينا لحنجرتك ان كنت شرها، عشان داخلين على الصيام يعني ايه، اعمل معروف كل بحساب شوية بلاش، ايه الفجعة دي، فايه الآية بتقول كده، فانت هتبتدي تراقب نفسك في موضوع الشراهة والفجعة. وهكذا مارس في آية. فأتمنى ان انتوا تهتموا بالكالندر لانه معمول بطريقة جميلة وهيفرق معانا قوي لو التزمنا بيها. وجواه كمان في الماركر لا يعني اللي بيفكرك مني في رأيي بقراية الانجيل، لانه بيقول تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. فانت لو عرفت قوة ربنا
من الإنجيل هتعيش حياة مختلفة. كل سنة وانتم طيبين، فرحان بيكم. نفسنا من هنا للعيد نفتقد كل زمايلنا اللي سافروا، اللي يعني اتجوزوا، اللي يعني اتربنوا، اللي أي حاجة يعني. المهم لأنه في ناس غابت عننا أو بقوا إن أكتف بسببنا، يا ريت نفتقدهم ونسأل عليهم.